عبر الهاتف لمزيد من التفاصيل بينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهب المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ عبد اللطيف، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. في الحقيقة حصاد مليان لمجلس الوزراء، لكن خليني أبدأ مع حضرتك بجولات رئيس الوزراء للمشروعات القومية، يمكن كان على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة. يعني لو تطلعنا على مزيد من التفاصيل عن هذه الجولة التفقدية والموقف التنفيذي كمان لهذا المشروع. يعني دايما رئيس الوزراء يعني يقوم بزيارات متعددة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بيتفقد يعني المقرات المختلفة، خاصة وأن الحكومة على وشك الانتقال مع نهاية هذا العام أو الربع الأخير من هذا العام إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي هناك خطة أعدتها الحكومة ليس فقط لمجرد المباني. أنا مش عايز أقول لحضرتك إن إحنا يعني أو الحكومة يعني مجرد إنها بتنقل عفش، لا، أو مكاتب، لا، ده غير صحيح على الإطلاق، لأن الانتقال معناها إن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة وكذلك وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات بعملية تدريب أو إعادة تأهيل لكافة الكوادر في الوزارات اللي هم هينتقلوا للجهات الحكومية. ثانيا، لو حضرتك بتشوفي مغزى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ده معناها إن لابد أن تكون هناك شبكة إنترنت وشبكة اتصالات أو شبكة إلكترونية مؤمنة تماما، بمعنى إن هتبقى كل المكاتبات والمراسلات وخلافه بين الوزارات والجهات الحكومية، لأن في وزارات هتبقى في العاصمة الإدارية، في وزارات مثلا لسه ما اتنقلتش أو خلافه، لابد أن تكون مؤمنة على الإطلاق. وبالتالي بيتفقد كل هذه المنشآت، بيتفقد مقر مجلس الوزراء، النواب، كل الهيئات التي سيتم نقلها، والبنية الأساسية التي تم تزويدها في العاصمة الإدارية الجديدة. طيب، ده فيما يتعلق بالجولات التفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة. يمكن العاصمة الإدارية كانت واحدة من المشروعات التي تفقدها رئيس الوزراء هذا الأسبوع. طيب، خلينا ننتقل مع حضرتك لملف آخر، ويمكن هي كلمة جديدة على مسامع المصريين، التغذية المدرسية. هذا الملف جديد، يمكن الكثير من المواطنين في مصر ما عندهمش معلومات كافية عنه. اهتمام مجلس الوزراء بهذا الملف ماذا يعكس من وجهة نظرك أستاذ عبد اللطيف؟ ويعني أبرز التفاصيل التي من الممكن أن تطلعنا عليها فيما يتعلق بهذا الملف. عايز أقول لحضرتك أن التغذية المدرسية دي من الأمور الهامة. قد يعتقد البعض أن الحكومة يعني عملها أو مجرد العمل على أن هي بتقدم وجبة للطلبة أو خلافه. عايز اقول لحضرتك ان ده بيتم بناء على دراسات ومسح طبي على مستوى او صحي على مستوى المحافظات الجمهوريه. وبالتالي هنشوف ان الحكومه ووزاره التربيه والتعليم استعانت بوزاره الصحه، وزاره الصحه بتقدم الخريطه الصحيه. احنا عندنا مبادرات صحيه كثيره، يعني مثلا 100 مليون صحه، قسمنا الامراض غير الساريه، الحاجات دي كلها بتعمل فايل لكل محافظه، بمعنى بيبقى في احصاء. احصاء بمعنى ايه؟ بمعنى ان بشوف المحافظه تعداد سكانها قد ايه، طلبه المدارس فيها قد ايه، الثانوي كم طالب، وهكذا. وبعدين بتدي تقرير عن الحاله الصحيه للموجوده في المحافظه. وبالتالي إقرار التغذية المدرسية لا يأتي عشوائيا، وإقرار يعني نوعية الوجبة برضو ليس عشوائيا، ولكن بيتوقف على التقارير التي قدمتها وزارة الصحة والتربية والتعليم فيما يتعلق بالوضع الصحي. لأن احنا عندنا زي ما حضرتك عارفة في حاجة اسمها اللي هي الميل نيوتريشنز أو سوء التغذية، وبالتالي بنعوضهم في مثلا نسبة نقص الحديد أو
نسبه ارتفاع الانيميا او خلافه، الدوله بتدي هذه الوجبه كنوع من التعويض لمواجهه مثل هذه الامور. يمكن ده يعني اللي حضرتك بتقوله ده بيعكس اهتمام الدوله بالمواطن وبادق التفاصيل المتعلقه بالمواطن بشكل او باخر. طيب انا عايز استغل برضو وجود حضرتك معايا استاذ عبد اللطيف عشان نسلط مزيد من الضوء على الموضوع المتعلق بهيئه الدواء. يمكن رئيس الوزراء تلقى تقرير عن ابرز ما تم في من مجلس اداره هيئه الدواء المصريه حول ابرز ما تم تحقيقه في العام الاول لهيئه الدواء المصريه، مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. شوفي، هيئه الدواء المصريه دي من الهيئات الهامه، خصوصا احنا في وضع زي ما حضرتك عارفه وضع وباء. نعم. في وباء في العالم. هيئه الدواء المصريه معناها ان هي بترتب، يعني مثلا وزاره الصحه الان احنا في طور او انتاج لقاحات يعني محليه من خلال الاتفاق مع دوله الصين. نعم. على تزويدها بالمواد الخام. ثانيا، هيئه الدواء المصريه بتقوم بعمليات رصد لكافه الوضع في مصر، سواء من حيث الادويه الستوكس او الاحتياطي مثلا، النواقص بيكون فيها. ثانيا، انتاج اللقاحات الجديده او حتى اللقاحات التي يتم التعاقد عليها. نعم. من الخارج. نعم. لابد ان تمر من خلال هذه الهيئات. وبالتالي كل العالم بيعمل كده. نعم. واعتقد انها يعني من الهيئات المهمه لانها بتلعب. نعم. دور حيوي فيما يتعلق ب سوق الدواء في مصر. نعم، يعني على كل حال هو نشاط كبير لمجلس الوزراء، فكرة المتابعة وتقييم الإنجاز أول بأول ده بيعكس حاجات كتيرة، رسائل طمأنة يمكن للشعب المصري. على كل حال الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر.